ننتقل إلى السودان ومنها نقرأ: الحكومة تعتزم ترحيل اللاجئين الجنوبيين خارج الخرطوم. قال مفوض معتمدية اللاجئين دكتور حمد الجزولي إن العمل بدأ بإجراء مسح للاجئي جنوب السودان الموجودين بالعاصمة الخرطوم وكيفية التعامل معهم وتسجيلهم، ومن ثم تحديد الاحتياجات وإعادة ترحيلهم خارج العاصمة بعد صدور قرار رئاسي لتحديد أماكن ترحيلهم. وأكد الجزولي لدى مخاطبته ورشة مناقشة نتائج مسح اللاجئين الجنوبيين أمس أن السودان يستضيف منذ أكثر من 50 عاما اللاجئين من عدة دول انطلاقا من موروثه الديني والاجتماعي. وقال إن لاجئي الجنوب ينتشرون بالولايات كافة ويشاركون المواطن قوته وخدماته رغم قلتها، مما يشكل تحديا أساسيا للحكومة في كيفية التعامل معهم، خاصة الموجودين في مناطق مفتوحة. ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه الحكومة في ترحيل الجنوبيين من العاصمة ومن المدن المختلفة إلى أماكن محددة أو بطرق مقننة ربما؟ أنا أتفق مع السيدة معتمد اللاجئين أن السودان قد يكون الدولة الأكثر استيعابا للاجئين على مدى 50 عاما متصلة، من غرب أفريقيا ومن شرق أفريقيا والآن مؤخرا من جنوب السودان. كانت معتمدة اللاجئين تقدر أعداد اللاجئين بنحو 1.5 مليون إلى 2 مليون، وتقول أن أعداد الجنوبيين من بينهم ربما ارتفعت إلى 1 مليون لاجئ جنوبي. لكن أحدث إحصائية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة منتصف العام 2017 قدرت أعداد اللاجئين الجنوبيين للسودان بنحو 442,000 لاجئ، غالبهم يتركز ويتمركز في ولاية النيل الأبيض وفي ولاية شرق دارفور وفي ولاية جنوب كردفان. طبعا بدأ تدفق اللاجئين الجنوبيين إلى السودان بعيد اندلاع الحرب بين الفرقاء الجنوبيين، كان ذلك في العام 2013. منذ ذلك التاريخ ظلت أعداد اللاجئين الجنوبيين إلى السودان تمضي في تزايد. في أول الأمر كان الرئيس البشير قد وجه بعدم معاملة الجنوبيين القادمين إلى السودان على أساس أنهم لاجئين، وإنما ينبغي أن يعاملوا معاملة المواطنين العاديين. هذا فتح أمامهم الباب واسعا للتسلل إلى المدن الرئيسية. ثم عادت الرئاسة من بعد ذلك وطالبت بأن يعامل الجنوبيون كلاجئين. الآن غالبهم تسلل إلى المدن الرئيسية. صحيح أن المعتمدية تقول أنها بصدد حصرهم ومن ثم تحديد المواقع الرئيسة لاستقبالهم خارج المدن الرئيسية، واقترحت المعتمدية القضارف والسنار على وجه التحديد لتكون مأوى لهؤلاء اللاجئين. أنا تقديري الآن من بعد أن تسللوا إلى المدن الرئيسية هناك صعوبات جمة في حصرهم. ولكن لنقف عند العدد الذي ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة ولشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأنها قدرت أعداد اللاجئين الجنوبيين بأكثر من 400,000. ألا تعتقد أن هذا العدد هو أقل من لاجئين من دول أخرى موجودين في السودان بكثير؟ هذا العدد أقل، حديثك صحيح، وأنا لعجل ذلك ربما لا أميل لتصديق هذه الإحصائيات، لكن مرد ضعف هذه الإحصائيات الصادرة عن المفوضية لأنه لا يوجدون في معسكرات مستقرون فيها حتى يمكن حسبتهم وتعدادهم وإحصائهم. هذه نقطة مهمة. ومع ذلك حتى هذا العدد الذي اعترفت به المفوضية السامية قالت أن كل الذي وصلها من المعينات والمعونات لأجل هؤلاء بلغت نسبته 22% فقط من المطلوب، ما يعادل 48 مليون دولار من أصل 221 مليون دولار طالبت بهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لأجل إعانة وإقاثة هؤلاء. إذن السودان يتحمل عبئا أكبر في سبيل تأدية خدمات لهؤلاء اللاجئين، ومن المؤكد أن هؤلاء يقاسمون أهل السودان الخدمات على شحها ويقسمون أهل السودان السلع التموينية على ندرتها وعلى قلائي أسعارها. طبعا هذا يحدث لأن الجنوب شهد انهيارا كاملا.
الآن إحصائيات الأمم المتحدة تقول أن سكان الجنوب الذين يقدر عددهم بنحو 12 مليون هناك 7.5 مليون منهم يواجهون شبح المجاعة، وهناك 5 مليون في حاجة ماسة شديدة جدا للغذاء لأن أحوالهم باتت مزرية جدا. وإلى الآن كما تعلم منذ أن كان قد تم توقيع اتفاق بين الفرقاء في العام 2015 ثم ما لبس أن ينهار في بداية العام 2016، وكذلك فشلت مفاوضات إيجاد في أن تجد حلولا، ولعل ذلك ربما امتدت إقامة اللاجئين الجنوبيين في السودان لأمد طويلة. السيد الجزولي ذكر أن اللاجئين الجنوبيين الموجودين بطريقة غير مقننة في 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 المدن وحتى في العاصمة هم يقاسمون المواطن السوداني الخدمات الأساسية، هل ترحيلهم أو ترحيلهم إلى معسكرات خارجية أو بطرق أكثر تقنينا سيخفف من الضغط على الخدمات؟ بالتأكيد، لأن هؤلاء اللاجئين عندما يكونون في معسكرات مكفولة فإن هذا سيرتب مسؤولية على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وسيكونون في عهدتها وتحت مسؤوليتها. إذن كيف ستتعامل الحكومة مع ملف اللاجئين الموجودين في مناطق مفتوحة وليس في مدن؟ لعل ذلك قلت أن حصرهم يبدو صعبا. مثال ذلك أنهم الآن في الخرطوم يبدو حصرهم صعبا لأنهم قد انتشروا في مناطق واسعة، وعلى ذلك قس في مدن عديدة من ولايات السودان انتشروا في مناطق واسعة جدا ومفتوحة وليسوا هم تحت السيطرة، ومن ثم يصعب تعدادهم وحصرهم ومن بعد ترحيلهم. حتى ترحيلهم هذا ينبغي أن تشارك طبعا فيه الأمم المتحدة، وفي ظل هذا العجز البائن في الميزانية المرصودة للاجئين ربما بدأ أمر ترحيلهم كذلك صعبا حتى على الحكومة السودانية. في ظل عدم التزام المجتمع الدولي بواجباته تجاه هؤلاء اللاجئين وضعف كما ذكرت ضعف الأموال المرصودة والمساعدات والمعينات والمعونات، هل تعتقد أننا سنشاهد يوما ترحيل اللاجئين من الدول الأخرى الموجودين في المدن وفي في 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 العواصم في العاصمة وفي المدن السودانية المختلفة مثالا للحالة حالة اللاجئين الجنوبيين الآن؟ طبعا السودان له حالة نادرة جدا في التعامل مع اللاجئين. طبعا اللاجئين هؤلاء حقوقهم مضمونة بموجب الاتفاقيات الدولية، وأصلا هم هذه تقع في حالات الحداثة الانهيارات الأمنية المفاجئة، وكذلك بسبب الظروف المناخية غير المواتية، وبسبب المياعات، وبسبب الاضطرابات السياسية. وما ينبغي لأي دولة من الدول بحسب الاتفاقيات الدولية أن تمتنع عن إيوائهم، لكن طبعا الاتفاقيات الدولية كذلك تضمن للدول التي تأويهم أن تمضي إليها المساعدات وأن تقام بها المعسكرات التي تحتوي هؤلاء بدلا من أن يكونوا عبئا على خدماتها وعبئا على شعوبها. أنا تقديري الآن السودان بسبب الحصار الذي كان مفروضا عليه وبسبب كثير من العقوبات الصادرة من مجلس الأمن التي زادت عن 60 عقوبة على السودان، بدت كثير من الصناديق وبدت كثير من المفوضيات حتى التابعة للأمم المتحدة متقاعس عن أداء دورها تجاه السودان، ومع ذلك كل هذا لم يسن السودان عن أن يقوم بواجبه تجاه اللاجئين متى ما وفدوا إليه.